المنظر ده كده كده مفيش بريشر اهو، لسه البريشر زيرو. هنيجي احنا جايين اهو اهو هنا كده، قول ان انت عندك هنا مفيش فلترات، عندك هنا المخبر اهو بتاعك اهو، المخبر لحد 10 فوق. تيجي حضرتك حاطط ده كده هنا، خد بالك المفروض ان هو فاضي يعني، مش عشان بس نجمع كميه فلترات ماشي، عشان بس هتستنى كتير. خلاص ماشي كده. وبعدين بعد كده المفروض ان هو لحد ايه 10 فوق خلاص. فنبدا نجمع الفلترات بتاعنا. بس هتيجي حضرتك اهو دي موجوده تحت هنا، برفع دي من هنا كده واجي قافل دي بايديا. خلاص انا كده المفروض ان انا ايه هبدا اجمع فلتريت. هعمل بقى ابلاي بريشر. ابلاي بقى بريشر ازاي؟ ركز معايا بالريجوليتر ده، ابلاي 100 بي اس اي بس 100. ركز معايا تعالى واحسب بعدها نص ساعه اهو. يلا نص ساعة نبدأ نحسب، شوف الفلتر بتاعنا هيجمع كام. خلاص بس كده اهو، بص كده دي كده باخد منها الفلتريت نفسه كام، والفلتر كيك على على البيبر، على البيبر كام، سمكه كام بالظبط. يبدأ بقى هو ايه ينقط من هنا من تحت من اهو. شايف كده؟ احسب نص ساعة بقى ماشي؟ تمام يلا احسب نص ساعة. الساعة 10 دلوقتي